وحشتني والله. وانت كمان وحشتني يا باشا. لا كده تقلقني عليك، يعني ما اشوفكش يومين ثلاثه يعني، شويه مشاغل كده يا باشا. مشاغل ايه دي يا راجل اللي تشغلك عن حبايبك؟ ده احنا بقينا اهل خلاص يا رضا. ده لسه الصول محمد بيقول لي هو رضا مش ناوي يجي يا باشا ولا ايه؟ حبيبي الصول محمد، انا عندي اقتراح. ايه رايك تعمل لنا كليب صغير كده في باكوره مصايبك عشان لما توحشنا نتفرج عليه؟ مش للدرجات يا باشا، ما تكبرش الموضوع. لا ازاي، ده انا بقيت اشوفك اكتر من عيالي يا رضا. يعني هو بمزاج يا باشا؟ امال بمزاج مين يا رضا؟ انا عايز اعرف هو بمزاج مين. كنت بتعمل ايه في بيت اللواء شامل حضرتك؟ قبل ما تتكلم، انت عارف مين اللواء شامل يا رضا؟ اللواء شامل ده يبقى القائد بتاعي، خدني من ايدي كده من اول ما اتخرجت لحد ما بقيت ضابط كبير زي ما انت شايفني كده. كنت بتنيل ايه في بيت اللواء شامل يا رضا؟ يا باشا انا كنت رايح عشان اطمن على مراتي، اصل هي يعني كانت تعبانه شويه، وبعدين ما حضرتك عارفها يعني مش غريبه عليك، وهي شغاله عند الهانم بقالها شويه. مظبوط يا باشا، هي بتشتغل عند الهانم بقالها كام يوم يعني؟ مظبوط يا باشا. انا مش قايل لك يا عاوز اي حد يجي يشتغل عند اللواء شامل تجيب لي صوره بطاقته عشان اتحرى عنه؟ وانا لحقت يا باشا لما كملتش اسبوع، وبعدين يعني انا ما بصدق الاقي حد يوافق انه يشتغل عند الهانم. بس سيادتك خابر عاوز ايه؟ اخرس خالص. واللي عايز يشوف مراته اسرتها يتسحب في نصاص الليالي يا باشا. انا يا باشا انت عارف يا باشا طبعا الهانم صعب جدا، وعمرها ما كانت هتوافق ان رضا يجي يزورني اي وقت، لا الصبح ولا بالليل. يوم متسحب زي الحراميه في دي يا باشا. انت عندك حق، ووعد مني مش هتتكرر تاني، لا الصبح ولا بالليل، والمصحف هتتكرر تاني. مصدقك. عارفه ليه؟ هما لسه ما غيروش لحضرتك الكرسي؟ اقسم بالله يا رضا لو مرات اللواء شامل جابت سيرتك، بس سيرتك ما هخليك تشوف الشارع تاني، وهي سهلة، انت اصلا كل يومين عندي. خلاص يا باشا مش هتتكرر تاني والله. يلا توكلوا على الله. متشكرين يا باشا. يلا يا رضا. شكرا يا باشا، كتر خير. سلام اشرف بيه. سلام اشرف بيه. يوكتك ايه يا عاطف؟ ده انا ما ضحكتش كده بقالي كتير. والله يا ماما انا مستعد اقلب لك اراجوز، بس شوف الضحك دي على وشك طول النهار. يخليك ليا يا حبيبي. طيب هقوم ادخل انا بقى، يا دوب اصلي عقبال ما تخلصوا اكل عشان ننام، لحسن تعبنا قوي من الصبح. اكليه وتعالي بسرعه، انا مستنياكي، مش هنام من غير ما تيجي. حاضر يا ماما. تصبحي على خير يا ماما. وانت من اهله يا حبيبي. بقول لك ايه يا نسمه، هو ابي رضا بيجي الساعه كام؟ ملوش مواعيد وساعات بيتاخر. طب وده كلام؟ نعم. وانت مالك انت؟ مالي ازاي لما يرجع كل يوم متاخر ناس تتكلم علينا؟ هو انت بتسال عشان كده؟ طبعا. مش اخويا ولازم اطمن عليه وبعرف اخباره اول باول؟ لا يا حبيبي اطمن. اولا ده راجل يعمل اللي هو عايزه، ثانيا الحته كلها عارفه مواعيد شغله، ثالثا خلص اكلي بقى عشان انا عايزه اقوم انام. حاضر. عارفه يا نسمه، جو العيله الدافي الجميل ده انا عشت عمري كله محروم منه. انا اول مره اصلا ابات وسط عيله. ومش هتبقى اخر مره يا حبيبي. دي نعمه كبيره جدا محدش بيقدرها خالص غير اللي راحت منه. عارفه احلى حاجه في الدنيا فكره بقى ان يبقى عندك عيله تطمن عليكي وتطمني عليها. الله يرحمك يا بابا. جرى ايه يا عاطف؟ في ايه؟ انت هتقلبها نكد؟ لا ده انت شكلك نكدي بقى. انا؟ لا خالص. ده انا حتى فرفوشه ابن نكته. شفنيش وانا قاعد مع ماما حليمه؟ ده انا موتها من الضحك. طب وانا يا عاطف؟ انا انتي ده انتي الحب كله يا منوس. بمناسبه الحب ده انا عايزك في كلمتين. قول. مشوار عمك بتاع بكره انسى يا عاطف. انسى ليه بس يا منوس؟ تعالي هنا. الله كده تسقطي في اول اختبار لحبنا. احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وانا فهمتك؟ وانا سمعتك وسكت، لكن واضح ان انت مش عاوزه تشوفي. اشوف ايه؟ طب انا حتى لو طوعتك وجيت معاك انا مش بتاعه شعر اساسا. اولا انا معلمك، شفت كذا مره تعملي الزبونه وكنت هايله. ثانيا انا هبقى واقف جنبك، يعني ما تخافيش، حكايه هتعدي هوا. لا يا عاطف، طب افرض عمي شافني. يوه يا ادي عمك، عمك ده بقاله سنين ما شافكيش، يعني لو شافك مش هيفتكرك، ده لو شافك اصلا. طب لو ابي رضا عرف ولا ماما؟ وهيعرفوا منين؟ انا وانت هنروح كده في الخباثه نضرب المصلحه وناخد القرشين ونهبق. لا يا عاطف مش هينفع كده برضو يا منوس. امال فين بقى الحب والتضحيه وكفاحنا المشترك؟ والله الحب موجود بس ما تكمليش عشان خاطري عندك. لو ليا خاطر ما تقوليش لا. انا
متشكرة قوي يا حضرة الظابط. لا خلاص هما قدامي اهو. اوكي مع السلامة. انت ما قلتليش ليه انك متجوزة؟ ما جاتش فرصة يا مدام. وبعدين بصراحة كده يعني اصل حضرتك تقدري تقولي علينا متجوزين وفي نفس الوقت تقدري تقولي برضو اننا مش متجوزين. يعني ايه متجوزين ولا مش متجوزين؟ هو سؤال محير فعلا حضرتك عندك حق يعني، بس يعني دي الحقيقة. اصل احنا مكتوب كتابنا بقالنا 7 سنين بس لسه ما دخلناش. وما دخلتوش ليه؟ انت تعبان ولا حاجة؟ لا تعبان ايه؟ الله يلعن ابو الظروف اللي بتجيب الكلام للواحد. لا انا زي الفل والله، انا زي الفل ومية مية، بس يعني هعمل ايه؟ 7 سنين يا فندم والله قلبت الدنيا كلها عشان الاقي حته شقه نخش فيها. مش عارف، مفيش مسابقه ولا قرعه ولا اي حاجه من دي الا لما اشتركت فيها ومفيش فايده. وزي ما حضرتك شايفه احنا متجوزين بس على الورق بس، يعني شفوي. وبعدين يا ست هانم رضا معدي عليا ومسلم وجايين انه طالع لحضرتك، يعني لو كان عايز يعمل حاجه كده ولا كده لمؤاخذه يعني كان هيخليني اشوفه. وانت سبته يطلع كده عادي؟ لا ما انيش عرفني ان حضرتك نمت. بس عموما لما تعوز تشوف مراتك تشوفها بالنهار زي البني ادمين. تحت امرك يا فندم. وكمان لازم تحدد ميعاد سابق قبليها. سيادتك لو في كارته ندفعها على باب العماره انا ما عنديش مانع. ايه؟ صباح الخير يا دكتور. قالوا لي ان حضرتك عايزني خير، في حاجه؟ تعالى يا فرمان عايزك. أنا لسه راجع من مكتب الشؤون القانونية دلوقتي. أول ما جيت الصبحية رحت لهم عشان عاوز أعرف إيه اللي حصل في موضوع رضا الزفتي ده. خير يا دكتور؟ رفض مش كده؟ لا، حفظوا تحقيق وهيرجع تاني الشغل. يرجع فين يا بيه؟ لا، أنا معايا تقرير أطلع بيه على النيابة وأخربها على دماغهم. اقعد اقعد بس اقعد، مش عاوز دوشة أنا. هو أنا لسه عملت دوشة؟ يا ابني قلت لك اقعد اقعد. الله. ماشي ماشي. الموضوع مش بالبساطة اللي انت شايفها كده في رمضان. يعني ايه يا دكتور؟ كلام المحقق ده ما عجبنيش، شكله كده كان قالب عليك بشكل غير طبيعي. طب وساعتك ما اتكلمتش معاه ليه وعرفت القصة؟ ما هو ده اللي قلقني اكتر. حاولت ان انا افهم منه بس ما رضيش يقول. حاسس كده ان هو شايف حاجة ومش عاوز يتكلم فيها. انت كده هتقلقني اكتر يا دكتور. شوف فرماوي، كل اللي طالبه منك الايام اللي جاية دي ان انت تهمت حبتين، تسكت، ما تعملش اي حاجه. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ طب والواد اللي اسمه رضا؟ يا اخي مالكش دخل بالاسم رضا ده، ما تحتكش بيه خالص، افهم بقى. يعني يا دكتور يعني سيبها تعدي بالسهل كده والواد ده يبقى علم عليا قدام المستشفى كلها؟ وبعدين بقى معاك في لعب العيال ده؟ قلت لك اهمل شويه لحد ما نعرف ايه الحكايه بالظبط، بعد كده اعمل اللي انت عايز تعمله. انما دلوقتي تعمل اللي انا بقول لك عليه بالحرف الواحد، فاهم؟ فاهم يا دكتور. أبي رضا، أبي رضا. يا نسمة في إيه؟ يلا يا حبيبي الساعة بقت 8. يلا صباح الخير. الله يخرب بيتك يا عاطف وبيت معرفتك السودة. طب ليه كده بس يا أبي؟ هو إيه اللي ليه كده بس يا أبي؟ ظهري اتكسر يا نسمة من النوم على الكنبة دي وأنا أصلاً مش متعود عليها. معلش معلش. الله 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 الله، ده إيه النشاط والحيوية والشغل العالي ده؟ دي حاجة بسيطة يعني عشانك وعشان عاطف. عشان أنا برضو؟ ما أنا متلقح قدامك طول العمر، اللي ما عملتيلي كوباية شاي واحدة مرة في حياتك. أنا يا أبي؟ أيوة أنتِ، دمك بتحتاج ونش عشان تشيلك من على السرير اصلا. طب وطي صوتك بقى لعاطف يسمع، ولا انت عايز تبوظ سمعتي من اولها؟ ما هو مصيره يعرف يا بت، مصيره يعرف. مش دي الحقيقه؟ ولا اقول لك سيبيه يلبس، بصراحه هو يستاهل. ده يبقى يوم المنى بالنسبه لي. ده انا اجيب ربع لب سوبر وشويه سوداني واقعد بقى ازقز واتفرج عليكم وابقى ميت على نفسي من الضحك. ماشي. امال هو المحروس فين؟ بياخد دش. حبكه نظافه دلوقتي؟ يعني طلبت معانا نظافة وانا مستعجل وعايز اروح الشغل. ما معلش بقى بيه، هو بياخد دش بايد واحده انت عارف عشان ايده التانية يعني. عارف ايده التانية اتنيل فداني بيها. بقول لك ايه يا نسمه؟ ايه؟ مش عايزين اخش اليفه بالمره. لا لا بجد والله، اقعد على ظهره كده واظبطه لك يعني. لا يا حبيبي ربنا يخليك.
انت اغسل وشك بس واقعد افطر وهو هيخرج على طول. ماشي. حول ولا قوة الا بالله. يا ريت. صباح الفل يا حليمة. صباح الخير يا حبيبي. خد دول والنبي وديهم لاخوك عاطف. اخويا عاطف؟ هو وصل لمرحلة اخويا كمان؟ ماشي يا حليمة. ايه ده يا حليمة؟ ايه يا واد دي بيجامة؟ لا سيبك من البيجامة، يعني انا مش بتكلم في البيجامة لان انا عارف ان عاطف هيورث كل بيجاماتي، دي حاجة ما فيش فيها مشكلة، انا بتكلم على اللي جنب البيجامة، ايه ده؟ ده غيار. طب وده ينفع يا حليمة؟ ده الغيار بالنسبة للواحد بيبقى عامل زي صاحبه الانتيم، بيبقى في بينهم عشرة، يعني ما ينفعش يضحي بيه بسهولة كده. ما تخافش يا اخويا، دول مش بتوعك، دول بتوع فهم. خد. نهار اسود ومنيل، حتى فهمي ما سلمش منه. ماشي يا استاذ عاطف. ايوه يا امير. هنا في غيارات لحضرتك. طيب ثانيه واحده. يا ابني يا ابني، هو انت ضرير يا ابني؟ اهو اتفضل امسك امسك. طيب قول لماما حليمه بقى معلش تخلي ميه عشان الميه اللي عندي خلصت. لا لا مش هينفع يا عاطف، خلص اللي عندك وانجز، احنا الميه قطعت عندنا خلاص، انجز عشان ورايا شغل ومستعجل. طيب حاضر يا بيه. صباح الخير يا بيه. صباح الفل يا فهم، اقعد افطر. حاضر حبيبي. بسم الله. خبي غياراتك عشان امك بتاخد منهم وتدي لعاطف. ما تخافش انا شفتها وخبيت بقى في حته امان. جدع. بقول لك يا بيه، انا كنت عايزك يعني في موضوع كده. طب بص، لو بتتكلم في فلوس انا متكحرك تماما. لا 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 مرادي مش فلوس خالص والله، ما تقلقش، ده موضوع تاني خالص كنت كلمتك فيه بس واضح يعني ان حضرتك نسيته. طب فكرني يا فهم. مش حضرتك وعدتني انك هتقابل امنيه؟ امنيه مين؟ زميلتي اللي في الكليه. امنيه؟ ايوه. طب من عينيا. حاضر، بس بلاش اليومين دول. مش هينفع والله، يعني انت مش فاهم الموضوع ده بالنسبه لي مهم ازاي عشان خاطري. يعني هنأجله اسبوع مثلا ولا حاجه؟ طيب ماشي باذن حضرتك. اقعد يا عم الحساس، بعد اذن حضرتك كنت اروح قايم عامل كده، هخلص فطار والبس واروح معاك الكليه. ايوه بقى ربنا يخليك ليا يا احلى ابي في وزاره الصحه بحالها. ايه ده انت بس، الاستاذ عاطف يطلع من الحمام قبل الترم ما يخلص. صباح الخير. يا مش دي بجامتك؟ سعاد الشغاله الجديده. خلاص بقى يا مجدي، ما كانش امير. ما خلاص بقى يقعد، يخرب بيت زنك، كرهتني في الطفوله. بقول لك ايه، روح انت وانا لما اخلصه ابقى اطلعهولك. ايه يا عم ابي عاطف، قال ما تمشي.